من كام يوم سامسونج اعلنت في مؤتمر MWC عن الاس 9 والاس 9 بلس. في الفيديو دوت هنعرف ايه اللي قدمه جديد، وهل في فرق قوي عن الاس 8 والاس 8 بلس، وهل يستاهل تشتريه ولا تستنى النوت 9. اول حاجه من ناحيه التصميم مفيش فرق كبير قوي عن الاس 8، ومن ناحيه الخامات او الشكل عموما حتى البيزلز ما اختلفتش كتير قوي بشكل ملحوظ، بل بالعكس الموبايل بقى اتقل وسمكه كمان بقى اكبر. اكبر اختلاف ملحوظ قوي هيكون من الظهر، وخصوصا في الفينجر برنت. كله كان متضايق من مكان البصمه في الاس 8 والاس 8 بلس وحتى كمان في النوت 8، وشكوا انهم كانوا متضايقين من انهم بيحطوا ايديهم على الكاميرا مكان الفينجر برنت، ودوت كان بيؤدي لان الكاميرا تتلحوس او تبصم، ومش عارفين يحددوا قوي مكان البصمه من اول لمسه. سامسونج قالت في المؤتمر انها سمعت لاراء الناس وغيرت المكان بناء على طلباتهم وخلوه تحت الكاميرا. في رايي وراي ناس كتير تاني قالوا ان المفروض المكان يكون تحت شويه كمان على الكاميرا، ودوت المتوقع على التنين. لو هنتكلم عن الشاشه زي ما قلنا، نفس الشاشه السوبر اميلد الروعه اللي مفيش نقاش عليها، نفس الدقه وتقريبا نفس الحواف، مفيش اي جديد قوي، بس قالوا ان البرايتنس او اضاءه الشاشه بقت اعلى شويه. بالنسبه للصوت، بعد استحواذ سامسونج الكامل على شركه هارمن، ده خلى الاس 9 يجي بتقنيه دولبي اتموس اللي بيخليك تحس ان الصوت بيحوطك من كل مكان، ويعلي الصوت لنسبه 40% عن الجالكسي اس 8، وده طبعا بمساعده الدول ستيريو سبيكر اللي بقت من فوق ومن تحت. بالنسبه للسكيورتي، زي ما قلنا مكان الفينجر برنت الجديد، سامسونج كمان ضافت الفيشل ريكوجنيشن او انك تفتح الموبايل بوشك، بس الجديد هنا على عكس كل الموبايلات اللي بتستخدم مجرد صوره 2D لوشك، سامسونج جمعت ما بين الايرس سكانر واللي هو ماسح قزحيه العين والكاميرا الاماميه، فانها تقدم لك وسيله اكتر حمايه وصعب انها تتخدع اكتر، وكمان بقت اسرع بكتير من الايرس سكانر اللي كان بيتطلب انك اول ما تفتح الموبايل ياخد صوره لعينيك. وانا شايف انها حاجه ممكن تبقى متاحه للاس 8 او النوت 8 في الابديت اللي جاي. حاجات صغيره كده كمان قدموها انك الموبايل بقى يدعم مساحه داخليه، تزود المساحه الداخليه لحد 400 جيجا بدل 256، وقدموا لون جديد اسمه اللايلاك بيربل، وان الموبايل دلوقتي بقى يدعم انه يشتغل كامل في اللاندسكيب مود، وبقى فيه فيتشرز اكتر في السامسونج ديكس، وبيكسبي ضافت كذا ميزه جديده زي الانستنت ترانسليشن او الترجمه الفوريه اللي اصلا موجوده في الابلكيشن بتاع جوجل ترانسليت. وعموما كل الحاجات ديت ممكن تبقى مدعومه على النوت 8 او الاس 8 بابديت، لانهم سوفت وير امبروفمنت اكتر مهم هاردوير. حاجه كمان ممكن تبقى موجوده في الاس 8 او النوت 8 وعجبت ناس كتير، وهي الاي ار ايموجي، النسخه الاقل كفاءه بس بميزات اكتر من الانيموجي بتاعه ابل. بتشتغل برضو على صوره 2D من الكاميرا الاماميه، اللي هي اصلا الكاميرا الاماميه في الاس 8 والاس 9 يعتبر واحد، فعشان كده بقول ان هي ممكن تنزل في الابديت اللي جاي. بس عموما هي حلوه وبتقدم صور جديده، بس للاسف سرعه استجابتها لحركات الوش ودقه الشخصيه الكرتونيه اللي بتطلعها لك مش بالمستوى المطلوب. بالنسبه للاداء، فمن المتوقع سنه بعد التانية اكيد في تطور في المعالجات، بس السنه دي عندنا الاكسينوس 9810 او السناب دراجون 845 على حسب انت تشتري الموبايل منين، اللي بيقدم اداء اعلى وتوفير اكتر في البطاريه. البطاريه اللي هي برضو نفس اللي في الاس 8 والاس 8 بلس، فالاس 9 بيجي 3000 والاس 9 بلس بيجي 3500، بس طبعا هنلاقي فيه فرق في استهلاك البطاريه بفضل المعالج الجديد. بالنسبه للرام، الاس 9 4 جيجا مع 64 انترنال ستورج، اما الاس 9 بلس 6 جيجا مع 128 جيجا انترنال. اكبر تغيير واللي في رايي دي الحاجه الوحيده اللي لو عايز تشتري الاس 9 وكان معاك الاس 8 فهتلاحظ ساعتها فرق، وهي الكاميرا. حتى كانت من اكبر التركيزات في الدعايه للموبايل، والسلوجن اللي كانوا حاطينه هو كاميرا ري ايمجن. حتى في الفيديوهات التشويقيه اللي كانت نازله للموبايل كانوا مركزين على الكاميرا اكتر حاجه. اول حاجه الموبايلين بيجوا لاول مره في تاريخ السمارت فون كله مش بمجرد اوسع فتحه عدسه، لا ده كمان خاصيه انك تقدر تتحكم في فتحه العدسات ديت وتغيرها، واللي سموها الدول ابيتشر او فاريبل ابيتشر. تقدر تغير فتحه العدسه من 1.5 ل 2.4، طبعا كل ما الرقم دوت يقل كل ما الموبايل يقدر يلقط كميه اكبر من الضوء، فبالتالي ده معناه صور احسن في اضاءه اقل، وكل شركات كل سنه بتحاول تقدم اقل رقم يقدر يوصلوا له في فتحه العدسه ديت. وطبعا دوت مش الفيصل الوحيد في جوده الصوره، بس بيساعد بشكل كبير في اللو لايتنج كونديشن. طيب على كلامك دوت، كل ما الرقم يقل كل ما الصوره تبقى احسن، صح؟ هو ولا لانها بتساعد بالليل جدا، ولا لان كل ما فتحه العدسه توسع بان الرقم اللي جنب الاف دوت يقل، ده معناه ان الصوره بتطلع سوفت او ناعمه شويه مقارنه بفتحه العدسه الضيقه، او ان الرقم اللي جنب الاف دوت يزيد، اللي هيديك صوره شارب اكتر وفيها تفاصيل ازيد بكتير عن الصبح، لان العدسه مش محتاجه تجمع ضوء كتير لانه اوريدي الاضاءه عاليه حواليها. مش فاهم حاجه. ملخص الكلام دوت في الصوره ديت،
F2.4 الصبح في الإضاءة العالية تديك صورة فيها تفاصيل وشارب أكتر، وF1.5 في الإضاءة المنخفضة تديك صورة أفتح وألوانها جميلة بس مش بنفس تفاصيل صور الصبح. وده أول موبايل في العالم يقدر يتحكم في فتحة العدسة ويغير ما بينهم. واللي عجبني كمان في الموضوع ده جدا، وطبعا حاجة تافهة جدا، إنك تقدر تشوف الموضوع دوت بيحصل بعينك وتشوف الكاميرا وهي بتقلب ما بين التو أبرتشر. وكمان الموبايل يقدر يتحكم بمستويات النويز بإنه يلقط 12 صورة في اللحظة اللي أنت بتدوس فيها على زرار الشتر، ويختار أنسب صورة من ال 12 دولت وأكتر صورة فيها بيكسلز واضحة وبيعرضها لك. على عكس الاس 8 والاس 8 بلس اللي كانوا بيجوا بكاميرا واحده، الاس 9 بلس بيجي بكاميرتين، اما الاس 9 بيجي بكاميرا واحده. الكاميرتين هيساعدوا في انك تعمل زوم من غير ما تخسر كواليتي، او انك تعمل بورتري مود او بوكا افكت، او انك تعزل الخلفيه عن الشخص او الحاجه اللي انت بتصورها. للاسف مش هتبقى موجوده في الاس 9، وكمان الكاميرتين فيهم او اي اس اللي هيساعد في الفيديو جدا. لو هنتكلم عن الفيديو، فكان في كلام كتير الاس 9 قدمه عن الاس 8، بس مفيش حاجه جديده عموما الاس 9 قدمها. اول حاجه مقارنه بالاس 8 انه بيصور 4K لحد 60 فريم في الثانيه، ودي طبعا موجوده في الايفون اكس. تاني حاجه بقى يصور سوبر سلو موشن ب 960 فريم في الثانيه، بس للاسف على دقه 720. كانت موجوده قبل كده في الصوني اكسبيريا اكس زي بريميوم، والسنه دي في الاكس زي 2 اللي اعلنوا عنه مع الاس 9 برضو بيقدر يصور 960 فريم في الثانيه، بس بكواليتي فول اتش دي 1080. وطبعا الفرق ملحوظ بين 720 اللي في الاس 9. بس اللي عجبني في الاس 9 الصراحه في الموضوع السوبر سلو موشن ده انه بيقدر يديتكت اللحظه اللي بيحصل فيها الاكشن ويبدا ساعتها يصور بسوبر سلو موشن، لانه للاسف ما يقدرش الفيديو كله يبقى سوبر سلو موشن. يعني انت الحته اللي هيحصل فيها ستريتش ديت هي بتبقى مجرد 6 ثواني بس، مش الفيديو كله هيبقى بالبطء دوت. فمثلا لو انت بتفرقع بالونه فيها ميه، الفيديو هيبقى شغال عادي وشغال بسرعه كل حاجه، وانت هتعمل فوكس او هتركز على البالونه ديت، ولما تيجي تفرقعها الموبايل لوحده هيقدر يلاحظ انك فرقعتها ويلاحظ الاكشن دوت، فساعتها يبدا يبطئ ويشغل السوبر سلو موشن، وتقدر بعدها بقى تعدل عليها براحتك، تحطها وول بيبر، لوك سكرين، وكمان في فيتشرز تانيه كتير هنقولها كلها بالتفصيل الممل ان شاء الله لما الموبايل ينزل ونعمل له ريفيو. فما تنساش تشترك في القناه بانك تدوس على الزرار اللي هيطلع لك دلوقتي دوت، وتفعل النوتيفيكيشن بيل او الجرس اللي جنب زرار السبسكرايب علشان الفيديو يظهر لك اول حاجه في وشك كده لما تصحى الصبح. نرجع للموبايلين، بالنسبه لسعرهم فالحجز المسبق دلوقتي بدا، وبالنسبه لمصر هيبقى السعر الاس 9 حوالي 15000 والاس 9 بلس حوالي 17000. فانا شايف الاس 9 مش النكست جينيريشن من سلسله الاس، على قد ما هو ابجريد او تحسين للحاجات اللي كانت ناقصه في الاس 8، زي الدول سبيكرز او مجال الفينجر برينت او السبيكس اللي لازم كده كده تتحسن في الموبايلات مع كل سنه. فانا في رايي الصراحه تستنى النوت 9 اللي هيقدم ده كله، واكيد هيقدم حاجات جديده او هيحسن اي حاجه هتظهر في الاس 9 بلس. وانتوا قولوا لي برضو في الكومنتات، هل شايفين ان الكاميرا لو مش من اهتماماتك قوي تجيب الاس 9، ولا الاس 8 هيقدم لك تجربه قريبه منه، خصوصا ان سعره هيقل جامد بمجرد نزول الاس 9؟ او حتى لو انت عجبك الكاميرا ومعاك 17000 محيرينك، تجيب الاس 9 بلس ولا تستنى النوت 9 بس ساعتها تقريبا هتزود 17000 عليهم كمان، ولا تعمل لايك وشير للفيديو احسن من كل دوت؟ بس كده، قولوا لي في الكومنتات.